ثلاث لعيبه في قلب الدفاع، هشام عادل واحمد صبيحه وكالوشا، الا انه بيخترق كتير قوي من العمق. ادي اهو فيستو مايلي تاني هداف الدوري في الموسم الماضي، فيستو مايلي يلعب عرضيه، هو ده هو الجول الثاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، النهارده ملك المباراه احمد عاطف قطه. شوفوا بيلعب ارتكاز، لكن بيساند ازاي وبيكمل ازاي، حتى لما طلب منه كوراني سلافيو ريتشيتش انه يرجع بسرعه عشان يقفل مع مهند لاشيف في وسط الملعب، ما نسيش دور مهم جدا 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 انه يكمل في النحو ويستنى الكرات العرضيه، استنى واحده من مصطفى فتحي وجاب الهدف الاول، واستنى واحده. بصوا 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 عمل ازاي تحركه، يا ولد 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 يا احمد يا عاطف يا قطه، يا ولد يا ولد يا ولد. في فريق حاشد بالنجوم بيأكد احمد عاطف قطه انه صفقه ناجحه جدا جدا بعودته الى فريقه الاصلي بيراميدز هذا الموسم، بعد يعني لما قضى موسم في العام الماضي في نادي زد. بص الكوره اهي اتلعبت عرضيه، يا ولد قاطع وسارق المدافع وحاطط كوره جميله جدا.